30 كلكم على الكراسي تحت او برا الساحه على طول. وانا الاولاد والبنات اللي هون اللي بحكوا اي كلام بسوق بشوفه وبسمع. وجلس فدنا إليه تلاميذه فشرع يعلمهم قال: طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض، طوبى للمحزونين فإنهم يعزون، فطوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون، طوبى للرحماء فإنهم يرحمون، طوبى لأطهار القلوب فإنهم يشاهدون الله، طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كذب من أجلي، افرحوا وابتهجوا إن أجركم في السماوات عظيم، فهكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم. أنتم ملك الأرض فإذا فسد الملك فأي شيء يملكه؟ إنه لا يصلح بعد ذلك إلا لأن يطرح خارج الدار فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. هكذا فليضئ نوركم للناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجد آباكم الذي في السماوات. أيها السيدات والسادة، يا آباء وأمهات أطفال فلسطين، يا قادة الشعب، ويا حملة السلاح العربي على امتداد القارة العربية، أطفال فلسطين في خطر، أطفال فلسطين في خطر، فمنا من غدا رحبه ومنا من كفر. الوطني الفلسطيني وجيل آخر جديد من أجيال التحرير.
أرضي وبيتي كوب معطور من الأهوات والقصب، فهل ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بلا لقب. والآن مع نشيدهم ونشيد إذا الشعب يوما أراد الحياة. أيكم في مدرسة البطريركية اللاتينية، ونحن ننحني إجلالا وإكبارا لشهدائنا ولجرحانا ولأسرانا. أحييكم وسط الألم، أحييكم وسط الخوف، وأنا أعلم أن شعب فلسطين يخاف، ولكنه لا يخاف الخوف. فعندما يحير الزمن للتصدي إلى الخوف فهو الشجاع الباسل. إنه يخاف الموت، ولكن إذا كان الخيار ما بين الموت أو العبودية فلا خيار للشعب الفلسطيني. أحييكم من قاعدة الصمود في هذا الوطن، إحدى قواعد النظام لبناء الإنسان الفلسطيني. والرد على شارون والدبابات والصواريخ والقتل والموت، رد شعبنا دفعة جديدة من أبنائنا تدخل معترك الحياة والعلم. الله راعيها، الله راعيها، والعلم سلاحها، والفرح قاعدة صمودها. قبل أسبوع كانت هذه الأرض أرض المدرسة تفس بوقع أقدام دموع الأطفال والمعلمات والمعلمين. هنا بكى الجميع على طفل صغير استشهد في خان يونس، استشهد في دير البلع الساعة 7 مساء، كان شهيدا الإهمال، طفل عمره 8 سنوات، اسمه عادل بركة. نغرس في أرض فلسطين طفل من أطفال مدرسة البطريركية ليثبت لهذا الشعب وطنا في أرض فلسطين. وهذه الدفعة من الخريجين زملائه هي دفعة عادل بركة. شعب فلسطين في خطر، رجال فلسطين في خطر، أمهات فلسطين في خطر، كنائس ومآذن وجوامع فلسطين في خطر، كلنا في خطر، والخطر الأكبر طفل فلسطين في خطر. قالت لنا البنت الصغيرة: أطفال فلسطين في خطر، فمنا من قضى نحبه ومنا من انتظر. فهلا بدلتم أنتم يا آبائنا من أسلوب تصديكم لقاتل أطفال فلسطين؟ نعم، نحن بدأنا بالتبديل. العلم والإيمان والفرح من قاعدة مدرسة البطريركية هو الانطلاقة الجديدة
لمقاومة هذا الاحتلال المغيب. ومع أطفال المدرسة نؤكد لشارون بأن الشعب أراد الحياة، إذا فالدهر رغما عنه سيستجيب. Yeah.
I'm
أسست فرقة في المدرسة اسمها فرقة السوسن. الطالبة هي التي علمت والتي هي قادت. تمنحها المدرسة شهادة تقدير من المدرسة وبطاقة طالبة قائدة.